عبدو حبيب قلبي، اخبارك يا مان يا اخي؟ واخبار السودان كيف والاهل كلهم ان شاء الله تمام؟ والله الحمد لله يا مان يا، والله يا اخي كلنا تعبنا من الغربه، والله الزول نفسه يرجع البلد كده وبتاع، لكن يعني زي ما انت عارف هنا الكفيل معتمد عليه اعتماد شديد. يعني انا مدير اعماله هنا كلها وماسك الشركات والاموال. يا زول سم طال عمرك، انت سم الحين ما خلصت شغل المطبخ؟ سم طال عمرك، سم سم روح بس الصحون دقيقتين طال عمرك، بس دقيقتين شغل شويه كده واروح عليه. سم طال عمرك سم. الو عبدو عدت من ايه يا اخي؟ لا لا يا اخي، ده الكفيل بس برات كده، يعني شنو بيحب يهزر معي؟ ها قلت له يا اخبار شهر عني شنو؟ يو السلام عليكم ورحمة الله، رجعت اليكم تاني معاذ عثمان داقي جرس. موضوع الاغتراب ده كتير والله، الناس كلها عاوزة تسافر وتقترب، وفاكرين حياة الغربة دي حلوة مليئة بالكنتاكي والدجاج البكاكي. المشكلة انه الناس بتتخيل الاغتراب كده، بس هو في الواقع كده. 2015 سيكون هو عام الشباب، لذلك داري كل الشباب داري منهم نهضة، داري منهم حراك، داري منهم ثورة للشباب. أيوة نحن عاوزين الشباب يسور. ما ثورة يعني ثورة كده، ثورة بالنص، ثورة شنقيطي. المقصود بالكلام ثورة شبابية، يعني ثورة في إصلاح البلد وتعميره. أنا في البلد يا جماعة مع هجرة الشباب، مع مبدأ الهجرة، وبفتكر كما ذكر دكتور لورد هي سنة، الهجرة سنة، وأنا أفتكر بناء عليها حق تكون سياسات الدولة في كده، إنه نشجع الهجرة، كون واحدة من مواردنا تصدير البني آدمين، تصدير المهندس الشاطر، الطبيب الشاطر، الفني الشاطر. تحسي ما قلتوا ثورة والناس تقعد وتعمر البلد ما عارف تصدير ده وين؟ تصدير ده وين؟ صفحة كم؟ يلا بعد ما راجعنا النص كويس نقدر نفهمكم الحاصل. المسؤولين عارفين انه الحياة في السودان بقت صعبة، فمشوا يشوفوا لنا شغل في قطر وفي السعودية وحاموا الخليج ده كله عشان منو؟ عشاننا نحن. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يا جماعة بلدنا بتمر بظروف اقتصادية صعبة جديد، ضغوط دولية، حظر أمريكا على السلع، رفعوا الحظر. شايفين كيف؟ ناس ما تجي إلا بالعين الحمراء. أمريكا هرشت خلاص، يفتحوا لنا الأبل ستور والجوجل بلاي، أمازون يبيعوا لنا الآيفون وماكنتوش. طيب هم رفعوا الحظر عن الأدوية؟ لا. معدات طبية؟ لا. كري إحنا نخلينا إيجابيين يا جماعة ونعاين للنص المليان من الكوباية، حسي نشتري الآيفون والماكنتوش ونعمل داونلود من الأبل ستور. طيب كري دقيقة، هم حيستفيدوا شنو لما يبيعوا لنا الآيفون؟ عاوزين يتجسسوا علينا؟ يسرقوا معلوماتنا السرية؟ لا لا يا أخ ما ممكن يعملوا حاجة زي دي. نحن نحسن الظن كده، وبعدين أساساً أوباما دي زول طيب شديد وبقولوا أصوله سودانية، يعني زول صاحبنا وحبيبنا إننا وفينا. خلاصة الموضوع نحن كلنا لازم نغترب عشان نمد البلد بالريالات والدراهم، كمان كان لقينا اللوتري ده الزيت، نمد البلد بالدولارات بالعملة الصعبة يا أسلي. ده كله طبعا عشان نساعد في بناء وإعمار السودان، وفوق فوق سوداننا فوق. هاي انتوا رأيكم شنو في الاغتراب وموضوع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان؟ اكتبوا لنا رأيكم تحت في التعليقات، وانا بجاوب على كل التعليقات وما قاعد اعمل رايح. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك واعملوا اشتراك على القناة عشان تجيكم فيديوهاتنا الاسبوعية بمشيئة الله. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، استنوني الخميس الجاي ان شاء الله. معاذ عثمان داق جرس، سلام عليكم. الرئيس عملوا له قصر جديد والناس كلها بتنقنق انه قروش القصر دي كان ممكن يشيلوها يستفيدوا منها في حاجة تانية، يبنوا بيها مدارس، يعملوا بيها مستشفيات، صلحوا بيها الكباري. هل تحلم بأن تصير مصورا ناجحا؟ هل تحلم بالشهرة وتصوير الحفلات ومناسبات المشاهير؟ إليك بعض الخطوات العملية لتسير على درب المصورين الخطيرين.
مستر بوتاتو، هاو ار يو؟ وكيف حال الوليه مرتك؟ All good my friend, all good. I was wondering if you might have some doctors for me. You know, for the new hospital we are building. دكاترة؟ بس كده؟ حبيبي، عندي لك دكاترة زي الدكاترة خريجين جامعة الخرطوم والجزيرة وبامتياز كمان. بكرة إن شاء الله يا مار بنبدأ في إجراءات، ها؟ إن شاء الله كده بنرسل لك 200 دكتور وكمان بديك عليهم 200 مهندس مدني و100 مهندس زراعي. قصرت معاك؟ That sounds lovely. I'll deposit the money in your Swiss bank account, okay? Say hi to another galع for me, my friend. حبيب هارتي. يوصل يا مانيا يوصل، وانت كمان سلم على ميسيس بيونسي وقول لي لما تزهق من جيزي كده تديني تلفون طوالي. ها حبيب قلبي، اويل اويل فيري اويل فيري اويل.